يوم الصباح اجتمعت اللجنة، وبعد تدارس الملفين اللي وردنا عليها قررت إصدار حكم تحصيلي يتمثل في إرجاء النظر في هذا النظر في صحة مطلبين، ودعوة ممثلي القائمتين للإبدال اللجنة في الوصول لبطاقات عدد ثلاثة. في صورة التعذر على القائمتين معناها الإبدال بالوصول لكل أو لبعض أعضائها، فهي معناها ملزمة بالإبدال بتصريح الشرف للجنة يشهدوا فيه شيئين اثنين. الشيء الأول أنه تعذر عليهم باش يتحصلوا على البطاقة الثلاثة لعدم جاهزيتها، والشيء الثاني هو أنهم يشهدوا أنه ما صدرش ضده أي حكم ناس بالشرف. لجنة أعطت أجل إلى يوم الثلاثاء بنهاية يوم إلى يوم الثلاثاء 6 سبتمبر للقائمتين للإبلاء بما تقرر، واللجنة ستعيد اجتماع معنا إثر انتهاء يوم الثلاثاء للتصريح بصحتي أو برفض القائمتين يعني أو بأحدهما حسب ما سيقع تنفيذ هم الأحكام التحضيرية يعني قلناها تو معنا. هذا يجب يأجل يعني احنا اي هو يأجل معنا بطبيعته، احنا في حالة انعقاد معنا الهيئة المستقلة الانتخابات في حالة انعقاد، واحنا معنا لصحتي لحسن تطبيق القانون احنا ملزمين معنا بالحصول على بطاقات ثلاثة للمترشحين في القائمتين، واحنا معنا في اطار اجتهادنا التقينا انه اذا كان تعذر انه احد الاعضاء وبعض الاعضاء انهم يتحصلوا على البطاقه الثلاثه اللي ربما تاخذ بعض الوقت الجاهزيه، احنا ما نعطينا حل في اطار التيسير انه العضو الاعضاء اللي ما تحصلوش يمضيوا على تصريح بالشرف يشهدوا فيه بأمرين اثنين كما قلت. الأمر الأول أنه ما تحصلوش على الشهادة دي لعدم جاهزيتها معنا يقررون أنه ما تحصلوش، وثاني شيء معنا يشهدوا بأنه معنا ما سبقش أنه اصدر ضد الحكم في من أجل جريمة مس بالشرف مثل ما ينص على ذلك معنا قانون الأساسي للاتفاق فيه وقانون الجمعيات يعني احنا معنا نحتكموا له في أعمالنا. وإذا كان معنا هو كان لجنة معنا باش تقرر معنا لاحقا قبول قائمتين معنا باش تكون باش يكون معنا فما ظاهرة أو مرض فيه معنا في النادي الشخصي، وأنه باش يكون فما تنافس بين القائمتين لإدارة النادي الشخصي معنا عمره ما حصل في تاريخ النادي الشخصي أنه ترشحت أكثر من قائمة معنا ستكون معنا سابقة باش تكون حاجة جديدة وتعودوا ما يكون على الديمقراطية على الاختلاف على معنا باش يكون فما برامج معنا مختلفة باش تكون فما معنا الناخب سيجد أمامه أمام مشهد جديد، وهذا معنا حاجة معنا يفلج لها صدر.